وللحديث أكثر عن الجولة الثانية من المناظرة الرئاسية التي تحولت إلى لقاءين تلفزيونيين صدر خلالهما بعض التصريحات المهمة من كلا المرشحين. ينضم إلينا الأستاذ كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات عبر الهاتف من واشنطن. أهلا ومرحبا بك. أهلا بك أستاذ كامل. لقاءات تلفزيونية للمتنافسين في الانتخابات الأمريكية عوضا عن الجولة الثانية الملغاة من المناظرة الرئاسية، ما أثر اللقاءين على الشريحة المترددة أو الرمادية والتي لم تحسم أمرها حتى الآن في الاختيار بين ترامب وبايدن؟ والله كان تأثيرها يعني طيب الحقيقة، أفضل من لا شيء، لأنه كان الجمهور محبط من إلغاء المناظرة الرئيسية، وكان هذا التعويض باللقاء الجماهيري مناسب بالنسبة للطرفين وبالنسبة حتى للمترددين اللي يعني أخذوا وقتهم بتقديم أسئلتهم المهمة. طيب، يعني الاتهامات لا زالت مستمرة بين المرشحين وهي سيدة الموقف بينهما، لكن برأيك هل وضع المتنافسين حلولا حقيقية لما يراه كل منهما لمشاكل عليهم، أم تجد حلولا إبداعية؟ هذا سؤال جيد. الحقيقة الرئيس ترامب كان يعني صدامي، ويعيش عقدة المؤامرة، وحتى لو اللي تابع الندوة لاحظ كيف انه حتى المديح اللي اطلقته احدى السيدات عن ابتسامته الجميله رد عليها بشكر بارد وابتسامه صفراء، لانه قلق ويتوقع ان الجميع يتآمر عليه، وخاصه الميديا الاعلام الذي يتعاطف مع الديمقراطيين وبالتحديد مع بايدن. حتى بالنسبه الى بايدن يعني كان خطابه وما زال بنفس الديناميك اللي قامت به السيدة هيلاري كلينتون في حملتها الانتخابية، ولم يخرج عنها كثيرا إلا في موضوع الوباء اللي يعتقد بأنه يجب أن الشعب الأمريكي والحكومة أن تأخذ به جديا وللحفاظ على حياة الأمريكي. طيب، من المشاكل الكبيرة التي تم التركيز عليها هي أزمة كورونا التي أودت بحياة ما يزيد عن 200,000 أمريكي. برأيكم هل كان ترامب مقنعا في التهوين من الأزمة؟ لا، ليس مقنعا، ولكن المناصرين للسيد ترامب يعني مصرين على انتخابه مهما فعل. يعني هنالك إخفاقات في المسيرة الحكومية لإدارة ترامب، ولكن هم متمسكين به بشكل متطرف، خاصة المناصرين إليه. يعني ترامب أيضا بشر بقرب إنتاج لقاح لفيروس كورونا، وهو ما كذبه بايدن. ما أثر هذه الادعاءات على الناخب الأمريكي؟ هذا بالنسبة للمناصرين الديمقراطيين كانوا يصدقون بايدن، لأنه بايدن يعني لجأ إلى قضية مهمة اللي هي العلماء، إنه قال سنصدق العلماء ولا نصدق ترامب، وهذا الجميع متفق على هذا، حتى القسم الأكبر من الجمهوريين والمناصرين يجب. طيب، يعني المفاجأة التي حصلت في هذه أو في شهر أكتوبر، والتي هي إصابة ترامب بشكل مبكر، يبدو أنها على وشك أن تقلب الموازين مع بايدن بعد إعلان إصابة كامالا هاريس نائبة بايدن المختارة بكورونا. ماذا لو كانت العدوى قد نقلت لبايدن ونحن على بعد أيام من الانتخابات؟ يعني هذه قضية ثانوية بالنسبة للناخب الأمريكي الآن، بعد أن تجاوز الرئيس ترامب هذه الأزمة المرضية بسبب الوباء وعلاجه سريع، لأنه الكل يتوقع أنه الإدارة الأمريكية أو القطاع الصحي الأمريكي قادر على المعالجة الآن، يعني وبالنسبة للقيادات خاصة القيادات الحكومية وحتى بالنسبة للمرشحين وطواقمهم الانتخابية كلها يعني مهيئة لهذا الوباء، وتعتقد بأنه قادر على معالجة كل من يصاب به.
في عهد ترامب وما سبقه يعني أوباما، يبدو أن يعني سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم قد تضاءلت بعض الشيء، خصوصا في الآونة الأخيرة وفي أزمة كورونا. هل قدم أي من المرشحين إن كان ترامب أو بايدن أي حلول لهذه القضية بالنسبة إلى الناخب الأمريكي، أم أنهما ركزا فقط على إدانة كل طرف للطرف الآخر؟ لا، كان الملفت بالنسبة لبايدن، سأل أحد الحاضرين للندوة وبالتحديث عن موضوع نجاحات، كما هو الرجل كان مناصر الجمهورين والرئيس ترامب، وسأل كيف سينجح مثل الرئيس ترامب في تحقيق إنجازات عالمية، ومنها بعض الاتفاقيات السلام بالشرق الأوسط و موضوع العلاقة مع أوروبا وروسيا وآسيا. ولكن بايدن كذب هذه وقال أن الشرق الأوسط في أسوأ أوضاعه، يعني منطقة خطرة، وإيران تقوت بانسحاب أمريكا، والرئيس ترامب قد ساعد قيادات ديكتاتورية مثل رئيس كوريا الشمالية وصديق لروسيا والكثير من الأنظمة المارقة. طيب أستاذ كامل، أنت في واشنطن وأنت قريب من الشارع الأمريكي اليوم، يعني في هذه الفترة، الناخب الأمريكي على ماذا يستند أو يعتمد في فكره لاختيار الرئيس الأمريكي؟ الأمريكان يعني الموضوع الاقتصادي والعمل بالنسبة لهم من الأولويات، و الرئيس ترامب قد حقق نجاحات، يعني ولو هي بالنجاحات مبنية على جهد الإدارة، إدارة أوباما ومساعده ونائبه بايدن، ولكنهم جرت إلى الرئيس ترامب، وبالفعل يعني حقق نجاحات اقتصادية بالنسبة للعمل. كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات، يبدو أننا فقدنا الاتصال بك، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في استوديو رافدين.